السلام عليكم جميعا. بليز هتكلم باللغة العربية، هقدم البحث بتاعي في باللغة العربية، وهو تقييم الآثار البيئية في صناعة التعليم في دراسة حالة تقييم التأثير البيئي لمشروع استخراج ومعالجة الذهب بمنطقة أرياب شرق السودان. يعتبر التعدين أحد أقدم أنشطة التي قام بها الإنسان منذ فجر التاريخ، حيث لعبت المعادن والصخور دوراً هاماً في حياة الإنسان الأول، وصنعت منها الأدوات الحجرية والنحاسية والبرونزية والحديدية في العصور المختلفة، منها أدوات الصيد والحماية وفي السكن والطعام، حتى المستلزمات الطبية والصحية والتعليمية ووسائل النقل والاتصالات والترفيه. تصاعدت في السودان خلال العامين المنصرمين حمى التنقيب عن الذهب، وهي حمى البحث عن الذهب، هو ما أطلق عليه سابقا بالتهافت على الذهب، ويعرف التهافت على الذهب بأنه اندفاع بشري إلى مكان وجود الذهب، حيث يجذب اكتشاف حقول الذهب عدد كبير من المنقبين وأناس آخرين بسبب ارتفاع قيمته النقدية. وما يحدث في السودان الآن ما جديد عن العالم، لأن الظاهرة دي قبل كده حدثت في كثير من دول العالم، إلا أنها أخيراً نجحت في إحكام السيطرة عليها وأفلحت في تنظيمها وأدركت ما لها من محاسن وتجاوزت ما بها من مساوي حتى ارتقت إلى مشارف الحضارة. فكان أول تهافت على الذهب شهد العالم في الولايات المتحدة، حيث تم اكتشاف في ولاية كاليفورنيا والتي تجمع فيها آنذاك سكان من جميع أنحاء العالم، وفي أستراليا، وحيث تم العثور على كمية كبيرة من الذهب في بالارات بفيكتوريا، تضاعفت عدد سكانها 3 مرات خلال 9 سنوات فقط. إذا ما ألغينا النظرة على واقع الحال بالسودان، نجد هؤلاء المنقبون أو في الارتيزيان ماين أو التعدين الأهلي، هو بيتعرضوا لظروف قاسية جدا بسبب طبعا المواد الكيميائية اللي بيستخدموها، أو بيكون في شنو جهل. كل الناس اللي بيستعملوا الحاجات دي بيكون ما عندهم دراية، بس هم يعني زي كسب عيش بالنسبة لهم. ولتلافي ذلك، في المنجم السليم يحتغط قيامه على استشارة الجيولوجيين ومجموعة أخرى من المهندسين حول التنظيم واختيار المعدات والمرافق وإمداد التيار الكهربائي والماء والتهوية الصحيحة لإزالة الغبار والغازات. إذن فمن البديهي ألا تترك هذه العملية تتم عشوائيا، لأنها لأثرها على البيئة، فلأنها عملية تحتاج إلى خبراء بالتقنية المنجمية وميكانيك الصخور وعلوم طبقات الأرض وعلوم المعادن والسلامة المهنية والمبادئ البيئية. ويمكن تلخيص دور النشاط التعدين وتأثيره على الاقتصاد القومي فيما يلي: توفير الخامات الأولية، تنمية وتطوير الثروات المعدنية، تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق تنويع مصادر الدخل، توفير العملات الحرة للبلاد عن طريق تصدير الفائد من هذه الخامات، المساهمة في تعمير المناطق البعيدة عن المركز طبعاً بإضافة عمران جديد وتطويره في الأساليب حياته، توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتدريبها. الأنشطة التعدينية مقصود بها كل الأعمال اللي بتتم في المترابطة باستخراج واستغلال وتنقية الرواسب والخامات المعدنية الموجودة في القشرة الأرضية، وطبعاً بتبدأ بالتعدين السطحي السيرفيس ماين،
ويتضمن الآتي: المناجم المكشوفة الأوبن بيت، وهي الطريقة اللي بيتم بها كل الاستخلاص استخراج والخامات والرواسب المعدنية ذات الأحجام الكبيرة وغريبة جدا من سطح الأرض. أما المحاجر ويرمز بها لكافة الأعمال والوسائل أو البيلدينج ماتيريال. البيلدينج ماتيريال بيتضمن في شنو؟ في الجرانيت والرخام والحجر الجيري. ثاني التعدين تحت السطحي، ويقصد به كافة الأعمال والإجراءات المتبعة لاستخراج واستغلال الخامات والرواسب المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو أي حاجة تدعم لها أنفاق وتشق باطن الأرض، تسمى تعدين تحت سطحي underground mine. ثانيا أعمال المعالجة والتنقية والتصنيع، وهي كافة الأعمال المتعلقة بمعالجة الخامات والرواسب المعدنية لاستخراج العناصر المعدنية من الشوائب والمواد الأخرى، وتشمل تكسير الطحن، الغربلة، التعويم، الصهر، السبك. ثالثاً أعمال النقل، ودي الترانسبورتيشن، وهي الأعمال المتعلقة بنقل الخامات أو الرواسب المعدنية والمركزات والسبائك الأولية إلى المناطق الصناعية داخل المدن أو موانئ التصدير عن طريق استخدام الشاحنات أو عربات السكة حديد والسيور الناقلة والأنابيب من مناطق التعدين إلى مناطق التصنيع. تاني نرجع لشنو الآثار السلبية للتعدين ويمكن حصرها في الأنشطة التعليمية فيما يلي. تلوث الهواء، وده طبعا بينتج من في أثناء الحفر، فالغبار الصاعد فيلوث الهواء كل البيئة الموجودة حوالينه. تلوث الماء، وينتج تلوث الماء من استخدام بعض المحاليل والمركبات الكيميائية فتتسرب جزء منها إلى باطن الأرض طبعا في المعالجات الكيميائية، بالنسبة طبعا للتيلينج والأشياء اللي بنستعملها في المايننج. تلوث التربة، وده بنتج برضو من عمليات التكويم والتيل، فجزء من المواد الكيميائية المستعملة في استخلاص المعادن من التيلين فبيتسرب جزء منها إلى باطن الأرض أو يختلط بالتربة. تشويه سطح الأرض، وده بيعني إنه تغيير المورفولوجية بتاعة الأرض بسبب الحفر في أثناء عمليات التعدين. التلوث الضوضائي، وبتسبب عمليات التكسير والتفجير، أو ممكن نختصرها في شنو؟ في الآليات، نوعية الآليات اللي بتستخدم أصلاً في شنو؟ في استخراج المعادن. التأثير على الكائنات الحية والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية بالمنطقة والأودية، حيث يتغير العش البيئي للحيوانات والنباتات وبالتالي تموت أو تهجر مكانها، ويؤدي ذلك إلى اضطراب النظم الأيكولوجية بمناطق التعدين. أخيرا التأثير على المناطق الأثرية والتاريخية بالمنطقة. وأنا أخذتها في الدراسة دي مشروع بشرق السودان، مشروع أرياب يقع في منطقة أرياب بشرق السودان، وهو يشتغل أو من المشاريع المنظمة في التعدين، وهو مشروع اقتصادي. وصف موجز له: يهدف المشروع إلى البحث واستخراج ومعالجة الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة أرياب بشرق السودان بشراكة سودانية، كانت طبعا شراكة سودانية فرنسية وأصبحت شراكة سودانية مصرية. يحتل المنجم بمنطقة أرياب موقع وسط على طول الحزام في المنطقة الواقعة بين هدل وتيب في بورسودان، وعلى بعد حوالي 280 كيلومتر قرب بورسودان، وهو منجم يعتبر من المناجم
الاقتصادية في السودان. ده يوضح الموقع، الخريطة دي توضح موقع مشروع الرياض بشرق السودان أو كل الكونسيشن اللي وضعت له في المشروع. طبعا الرياض تعتبر من المشاريع المنظمة وتخضع لخطة إدارة بيئية راشدة تشمل خطة الإدارة البيئية. في الأول خطة الحد أو الإغلال أو معالجة التأثيرات السلبية للمكونات البيئية، وتنقسم إجراءات وتدابير التخفيف حسب الجوانب المتسببة في التأثير وعلى كيفية الحد من التأثير من جراء تطبيق الإجراءات والتدابير، وذلك من خلال التأثير في الجانب المتسبب في التأثير أو تعرض المستقبلين له. في نوعية الهواء تعتبر الأتربة الناتجة عن المنجم والتصنيع الأساس الذي يؤثر على نوعية الهواء، ويتم التحكم والحد من هذا التأثير عن طريق التحكم في اختيار المعدات وطرق الحفر والتصنيع، مما يحد من انبعاث الأتربة، وتشمل إجراءات المعدات والماكينات التي تحتوي على إجراءات الحد من الأتربة، وكذلك الصيانة الوقائية للمعدات. وفي حالة منجم أرياب قيد البحث لن يكون هناك تلوث غباري حتى حيث ستكون جميع أعمال الحفر مبللة، وتكون الانبعاثات الغازية في الحدود المسموح بها طبقاً للقانون أو طبقاً لقانون السيفتي يعني فيه. خطة الإدارة البيئية الضوضاء، احنا قلنا تلوث الهواء تاني الضوضاء، واستخدمت أجهزة الحماية الشخصية والحرص على عدم تعرض العامل للضوضاء فترة طويلة واستخدام الميكنة بدون إسراف في المنجم. اختيار معدات ذات مستويات منخفضة من الضوضاء، شاحنات التحميل والتفريغ ذات كباين، مما يساعد على عدم تأمين تأثير العاملين بالضوضاء الناشئة عن تلك الشاحنات. للحد من الضوضاء والاهتزازات عند التفجير يتم تجنب شحن المتفجرات بإفراط، وتستخدم فقط الكمية المطلوبة لتحقيق التأثير المطلوب. تزويد العاملين بأجهزة وقائية سمعية، وسوف يطلب منهم استخدامها عند تعرضهم لمستويات ضوضاء. التقيد والالتزام بالقانون الخاص بطول الفترة الزمنية التي يتعرض العامل خلالها لمختلف مستويات الضوضاء. منع العمال التواجد في موقع التفجير إلا على بعد لا يقل عن 500 متر من موقع التفجير. في الأول قلنا خطة الإغلال، وهنا عندنا خطة الإدارة البيئية في المخلفات الصلبة والخطرة. يلتزم جميع المقاولين بالمتطلبات التي وضعها المشروع لإدارة المخلفات. يتم تجميع المخلفات الصلبة بواسطة المقاولين من الموقع ليتم التخلص منها في أماكن محتمدة بناء على تعليمات ذوي الاختصاص. تعاد المخلفات الخطرة مثل الزيوت والشحوم التي سبق استخدامها إلى الموردين، أو يتم تشوين هذه النفايات في المواغب على أنطوطة داخل حاويات محكمة الإغلال ومميزة بعلامات معينة وفق ما يتطلبه تنفيذ القانون. سيتم استخدام وقود الديزل وزيوت الهيدروكلوريك في الموقع، وذلك من أجل ضمان عدم تسرب أي من تلك السوائل. الحد من التأثيرات المحتملة على البيئة أو التربة أو المياه الجوفية، وذلك باتباع الوسائل التالية: وجود محطات لمعالجة مياه الصرف يضمن التخلص الآمن من مياه الصرف، وجود نظام لإدارة المخلفات يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بها، الحد من التعرض للانسكابات والتسربات
عن طريق عمل قاعدة الخرسانية وتبطين موقع التخلص من المخلفات، مراعاة الإجراءات التي تم إدراجها على تصميم مكونات المشروع مثل اختيار البدائل والتكنولوجيات المستخدمة في المشروع، وكذلك إضافة مكونات أخرى للحد من التلوث، للتأكد من قيام كافة الموردين والمقاولين بتنفيذ نفس النظام في كافة الأنشطة، النقل إلى ومن المنجم وبالموقع وبكل ما يحيط به، حماية البيئة وسلامة وأمن الأهالي وسلامة العاملين، الحد من التعرض للأتربة عن طريق إدراج إجراءات الحد من التلوث في التصميم وحماية العمال عن طريق الإجراءات الوقائية، الحد من التعرض للأضواء والاهتزازات عن طريق إدراج إجراءات الحد من التلوث في التصميم وتطبيق الإجراءات وحماية العمال، وضع النظام لإدارة المخلفات لضمان التداول والتخلص السليم بيئياً للمخلفات، الحد من الانسكابات والتسربات المحتملة للوقود والزيوت، وكذلك ضمان سلامة وصلابة الخزانات، حماية العاملين في الخنادق أو العاملين في أعمال الحفر من الانهيارات الأرضية، سقوط أشياء زي الحجارة والأدوات والمواد إلى آخر، مع ملاحظة أن طريقة الحماية العادية تتمثل في تدعيم وتقوية الممرات أو إعداد المنجم المكشوف بانحدارات ملائمة. حماية البيئة وسلامة وأمن سلامة العاملين، إصهار مواقع كافة الحفر والأخاديد والحفريات بتطويقها بالحبال إذا كانت المنطقة تستخدمها مجموعة أعمال مختلفة، وذلك من أجل تحذيرهم من دخول المنطقة، تركيب أجهزة إطفاء في أماكن مخصصة في كل أرجاء الموقع، الالتزام بكل صرامة بمعايير الصحة العامة والسلامة بناء على ما نص عليه القانون وقراراته التنفيذية، إعداد خطة لإدارة المخاطر وإجراءات إدارة المخاطر والسلامة، وذلك بهدف الحد من المخاطر شديدة الخطورة التي تهدد حياة الإنسان أثناء مرحلة الإنشاء، فحص كافة الآليات والمعدات قبل البدء في العمل لضمان سلامة العاملين، وسوف يتم بالموقع وبشكل دوري، استخدام مهمات الوقاية الشخصية لمنع التأثيرات على صحة وسلامة العاملين، تدريب مشغلي المعدات بالقدر الكافي للقيام بالأعمال المنوط إليهم بكفاءة وبأقل المخاطر على سلامتهم وعلى سلامة العاملين الآخرين، مواصلة أعمال الفحص والتفتيش واستمرار عمليات المراجعة. ثانيا عندنا شنو ألف، كنا الإغلال، هنا عندنا خطة الرصد والمتابعة، ودي تتضمن كل المعلومات الدورية على الآثار الناتجة عن المشروع ومعالجة والإغلال من تأثيره على البيئة المحيطة ومقارنة النتائج بالنسب القياسية المسموح بها. سوف يتم تجميع مياه الصرف في بيارات محكمة الإغلال، يتم كسحها بصفة منتظمة لحين تركيب وحدة معالجة مياه الصرف الصحي. لرصد تلوث الهواء تؤخذ عينات دورية للجزيئات المعلقة في الهواء، عينة كل 24 ساعة، عينة لمدة 24 ساعة كل 3 أيام من أماكن مختلفة في المنجم لتحديد مدى فعالية وسائل المعالجة المستخدمة. شدة الضوضاء تقاس حتى 250 متر من الحفر المفتوح الأوبن بي باستخدام الدوسو متر الضوضاء، ويقاس أسبوعيا. أقوام نفايات المنجم الماينين ويست دام يجب رصدها دوريا أثناء العمل لمنع الانهيارات الصخرية والحفاظ على جيومورفولوجية المنطقة والمنظر الجمالي للموقع. الآثار المتوقع أن يكون لها تأثير على البيئة لتحديد أيهم له تأثير قوي على البيئة وتضعه في أهدافها البيئية للتغلب عليه. يتم القيام بالرصد والتفتيش وبالتفتيش البصري على خط الأنابيب. تهدف خطة
الرصد البيئي إلى منع حدوث خسائر في البيئات الطبيعية، التحكم في التعديات على المحميات الطبيعية، خطة لإنقاذ الآثار ذات الأهمية التاريخية في حالة تأثيرها بالمشروع، منع دخول الأمراض الجديدة، مراعاة استخدامات الأراضي الحالية زي التسكين وحقوق ملكية الأراضي وغيرها، إجراءات المتابعة والتي تشمل المراجعة البيئية والمراقبة وخطط الرصد. ويعد برنامج الرصد البيئي من المكونات الرئيسية لخطة الإدارة البيئية، ويتضمن معلومات عن المراجعة الدورية والتعديل المطلوب لخطة الإدارة البيئية إذا لزم الأمر لضمان الوصول للحماية البيئية المطلوبة من خلال رصد مبكر للتأثيرات البيئية وفق متطلبات القانون. يتم إعداد خطة إدارة تشمل برامج العمل المقترحة، تقديرات الميزانية، الصيانة، الجدول الزمنية، العمالة، متطلبات التدريب والخدمات المعاونة الأخرى اللازمة لتطبيق وسائل التخفيف. العمل على الحد من المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة الخاصة بإنشطتها إلى أقل حد ممكن عملياً. بعض المقترحات والتوصيات للحد من أضرار النشاط التعديني، نجد في مجال تلوث الهواء وانتقال الغبار والأتربة المتصاعد، فالحفر المبلل هو أنجع السبل. في بالنسبة لتلوث التربة الناشي من إلغاء المخلفات والنفايات التيلينغ المحتوي على بعض المواد الكيميائية الخطرة لمعالجة وتنقية الخامات المعدنية، فإن تجميع ونقل مخلفات أعمال التعدين لمواقع تشوين آمنة أو معالجة النفايات الضارة لاستخلاص المواد الكيميائية الخطرة منها وإعادة استخدامها مرة أخرى يغي البيئة من أخطارها. إعادة استخدام مياه معالجة الخامات المعدنية ومياه الصرف الصحي بعد معالجة الأنشطة التعدينية المختلفة، وهذا بلا شك يعيد من استنزاف المياه الجوفية والمحافظة على الثروات المعدنية. الاستفادة من المخلفات الطبيعية، الاستفادة من الحفر، استخدام المناجم كنوع من أنواع السدود، الاستفادة من المناجم والتجاويف الأرضية والمناطق التعدينية عقب انتقال التعدين في مجال التخزين الاستراتيجي، الاستفادة من المناجم والتجاويف الأرضية والمناطق التعدينية بكل دراسة الطلاب المستجدين بالجامعات، ردم وتسوية الأراضي التعدينية بالتربة الزراعية، مراعاة الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، مراعاة صحة بيئة العمل. ويمكن الحاجة الأخيرة بقول إنه مفروض نرجع الأرض على أقل خطرا، يعني لآخر أو نعيد شكل الأرض أو مورفولوجية الأرض إلى أقرب وضع كانت عليه قبل التعدين. وشكراً.